طيب النهارده برضو كان في ماتشات في دوري المحترفين، خلينا كده اقول لكم النتائج ونشوف الاهداف اللي معانا النهارده في دوري المحترفين. النهارده بروكسي كسب النصر التعدين 2-1، وغزل المحله في اول مباراه للكابتن حسام عبد العال المدير الفني للمحله كسب النهارده للمحله كسب لافيينا 2-1، غزل المحله على لافيينا 2-1. وحرس الحدود كسب المقصه 6-2، نتيجة كبيرة النهاردة. وأسوان وأبو قير الأسمدة تعادلوا 0-0. خلينا نشوف كده مع بعض الأهداف، نبدأ بماتش بروكسي والنصر التعدين. والنصر التعدين جاب الهدف الأول بضربة رأسية للاعب محمود صلاح لاعب النصر التعدين. طبعا النصر التعدين لابس أحمر وبروكسي لابس برتقاني. في الشوط الأول بروكسي، لا الشوط الثاني بقى، بروكسي اتعادل بهدف عبد الرحمن الدسوقي، تسديد اهو من خارج منطقه الجزاء، عبد الرحمن الدسوقي صلح كده لنفسه وبشماله في الزاويه البعيده 1-1. وبعدين عمار شرف الدين لاعب بروكسي احرز الهدف الثاني لبروكسي وهدف الفوز على النصر للتعدين 2-1 لبروكسي النهارده على النصر للتعدين. طبعا بيدرب بروكسي كابتن احمد سمير وكابتن محمد حامد، وبيدرب نصر التعدين كابتن محمد شرف. مبروك لبروكسي وهارد لك لنصر التعدين. دي مباراه غزل المحله ولافيينا، مواجهه بقى ما بين حسام عبد العال مدرب المحله واحمد عيد عبد الملك مدرب لافيينا. وده الهدف الاول لغزل المحله، محمد جابر اللاعب اللي بيلعب ناحيه اليمين في غزل المحله. حلو التيشيرت بتاع غزل المحله، التيشيرت اللبني ده والتيشيرت التاريخي لغزل المحله. وبعدين هدف التعادل لافيينا عن طريق احمد سالم اللاعب الموريتاني احمد سالم. خدها كده من لمسه واحده. وبعدين المحله احرز هدف الفوز بضربه راسيه لرجب مارو. رجب مارو ده خلي بالكو كان اساسا لاعب في لافيينا، واشتراه السنه دي المحله عبدو يحيى، عمل كره عالي هو ومحمد جابر لعبها راحت لرجب مارو بدماغه الهدف الثاني وفوز المحله على لافيينا 2-1. مبروك للمحله وهارد لك لافيينا. دي مباراه المقصه حرس في استاد الماكس ملعب حرس الحدود. طبعا المقصه بالاخضر بداوا بالتهديف عن طريق يوسف عطاي، يرقص كويس قوي حارس المرمى وحطها يوسف عطاي الهدف الاول للمقصه. وبعدين هدف التعادل لحرس الحدود بضربه راسيه، لكن الكره خبطت في مدافع المقصه ودخلت المرمى. وبعدين الهدف الثاني هدف حلو قوي للحرس الحدود، محمود ابو جوده قطع كويس قوي عند الزاويه القريبه. بصوا الكره عرضيه حلوه من ناحيه الشمال، محمود ابو جوده قطع وحطها في الزاويه البعيده بدماغه. الشوط الثاني المقصه اتعادل بالهدف الثاني برضو ضربه راسيه يوسف مظهر. يوسف مظهر عمل جامب عالي جدا وحطها بدماغه كويس قوي، بقت 2-2. وبعدين ضغط جامد قوي بقى حرس الحدود في الجزء الثاني من الشوط الثاني وقدر يحرز 4 اهداف حرس الحدود. ده الهدف الثالث محمد النجلي للحرس، الهدف الثالث بقى معظم الاهداف بضربات الراس النهارده. وبعدين الهدف الرابع لحرس الحدود برضو النجلي، الهدف الرابع للحرس، بقت النتيجة 4-2. ده الهدف الرابع لحرس الحدود. وبعدين الهدف الخامس خطأ كده من حارس المرمى محمود ممدوح بيجيب الهدف الخامس، وراح احتفل مع والدته. والدته كانت بتتفرج عليه في الاستاد في استاد الماكس، وجاب الهدف وراح احتفل مع والدته في المدرجات، طلع لها بقى فوق المقصورة ودخل جوه وراح سلم على والدته. لقطة حلوة جدا، بس مش عارف بقى خد انذار ولا لا وزغروطة، شغل جامد قوي. بس طبعا الأدام طلع المدرجات كده الزغروطة دي هتجيب له انذار. بس لقطة حلوة يعني، لقطة فيها يعني عاطفة للابن بقى لوالدته.
وبعدين الهدف السادس برضو النجلي. النجلي النهاردة محمد النجلي جايب هاتريك النهاردة 6-2 لصالح حرس الحدود، مبروك لنادي حرس الحدود طبعا كابتن محمد مكي المدير الفني، مبروك النهاردة فريق الحرس والكابتن أحمد عاصم والكابتن صفي طبعا مدرب اللياقة البدنية، مبروك للجهاز الفني الحرس الحدود، هارد لك طبعا للكابتن طارق حجاج مدرب المقصة، بيحاول الراجل يشتغل يعني طبعا معاه فريق كل معظمه من اللعيبة الصغيرة الشباب، إن كان القيد موقوف في نادي المقصة فالناس بتجتهد وبتحاول وإن شاء الله بالتوفيق للمقصة خلال الفترة القادمة. بكرة بقى ماتشات تكملة لقاءات الجولة التاسعة في دوري المحترفين، مصرية اتصالات بكرة هتلعب مع بترول أسيوط في استاد السلام، النجوم هيستضيف وادي دجلة، ديكيرنس هيستضيف طنطا في ملعب ديكيرنس، جمهورية شبين في المنوفية هيلعب مع فريق رايا، ومكادي بقى في ملعب الجونة في البحر الأحمر هيستضيف القناة. دوري قوي جدا يا جماعة دوري المحترفين، وإن شاء الله بقى يوم الثلاث بكرة برضو هيكون معانا الأستاذ أحمد القصاص ونستمتع به دوري تفاصيل دوري المحترفين وكل الأهداف والنتائج بكرة إن شاء الله مع الأستاذ أحمد القصاص.